مسجد أبي المهاجر دينار بزخمه التراثي الإسلامي العريق هو أول مسجد بني في الجزائر وثاني مسجد في إفريقيا بعد مسجد القيروان. مسجد أبي المهاجر دينار بميلا صرح إسلامي عريق يحكي على شواهد تاريخية ارتبطت بتاريخ الجزائر الإسلامي العربي الأصيل. مسجد أبو المهاجر دينار بني سنة 59 هجرية الموافق 678 ميلادية. هذا المسجد هو أول مسجد في الجزائر، ثاني مسجد في أفريقيا. السلطات العليا في البلاد قررت ترميم هذا الكنز التراثي والمعلم التاريخي الوطني الذي لا يقدر بثمن. ومن دون شك أن السيد رئيس الجمهورية في أول خطاب له في كلمة له بمناسبة 16 أفريل 2020 تحدث عن وجوب الاعتناء بمشايخنا ومرجعيتنا الدينية حفاظا على هذا البلد وعلى هويته، وكذلك على ضرورة الالتفات إلى المساجد الأثرية لترميمها. ونحن الآن في هذا المسجد العريق لكي يعني نقف على ما توصلت إليه أشغال الترميم وعملية التي تقوم عليها زميلتي في وزارة الثقافة والفنون، ومن دون شك أنه سيعرف انطلاقه إن شاء الله، ولما لا يكون إن شاء الله يعني معلم آخر يضاف إلى الجزائر الجديدة إن شاء الله. هذا وتعززت المرافق الدينية بولاية ميلا بتدشين عدة مساجد ومدارس قرآنية بمداشر وبلديات تاجنانت العياض برباس وفرجيوة. والمسجد في المنطقة الريفية يعلم أهلها الخير ويعلمهم آداب المسجد ويعلمهم الأخلاق والدين. وتبقى رسالة المسجد بث الإشعاع العلمي وإصلاح المجتمع عبر الأجيال.